السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم حبتي. هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. اليوم جايبين إن شاء الله راح نلعب لعبة زومبي ديفنس، لعبناها من قبل ووصلت ليفل 15 مثل ما أنتم شايفين. اليوم راح نكمل اللعب إن شاء الله بحيل الله، فنبدي على بركة الله. أول قبل لا نبدي اكو ابجريد، شايفين السهم الاخضر كله ابجريد هاي، فراح اسوي ابجريد. فلوس عندي قطعة ذهبية 65,000 تقريبا، كلها ابجريد. جريس ليفل 17، الهيل 3700 كافي. اروح اذا سوونا ابجريد سووا للجنود ينزلون بالمعركة يعني بسرعة. اكو جنود ترى صعب ينزلون، يعني يردون كثير وايد. فانا قاعد اسوي للجنود اللي احتاجهم بالمعركة ينزلون. من اللي ينزل بعد؟ هذا ما نزل، خلي يولي. هذا نزل، سويتنا ابجريد. طيارة مسوي لها ابجريد. يلا طيب نرجع للجنود. هذا سويت له 18، هذا هم ينزل. اعتقد ذولا كل الجنود ينزلون، يعني دائما ينزلون. او نلاحظهم الحين بنلعب، نلاحظ الجنود اللي ينزلون ونسوي لهم ابجريد ان شاء الله. ناخذ العجلة سبن، اقول له جيد. طالع فيديو، خلينا نعطيك سبن. بطل جديد، انا متأكد بطل جديد، شايفين. اقول لك كلوز، ما نقضي، نطالع على، خلينا نشوف الاول مالنا. كليم كليم كليم، جيد، خليهم يشتغلون مرة ثانية. الان راح اروح المعركة، واذا خسرنا نرجع نسوي ابجريد للجنود اللي ينزلون بالمعركة، بس راح نثبتهم. بلاي. شايفين اكثر شي ينزلون الولد هذا والكرمون تشلب، اكثر شي ينزلون. اتصلنا طبعا احنا، اكثر شي ينزلون بالمعركة. مش ضعف الجاهزة مالتكم، يعني مو مشكلة اذا طالع فيديو على اليوتيوب ويضاعف لك الجاهزة 3 مرات، فضعفوا جاهزتكم. اي حتى الان يعني اشوف اللعبة سهلة، اشوفها شنو ليفل 5 تروب انفورميشن صوصة. هذا يسوي نقانق فود سبيد. هاي السرعة مال تروب، اعتقد
ماكس هي ماكس الآن ما بيها تطوير، وأعتقد السرعة مال نزولها حاشنو زومبي، أنواع الزومبي. أوكي، فوصلنا ليفل 17، ما فيها شيء إذا ضعفت فلوسك اللي تاخذها، لأن يعني فرصة تجني المزيد من الذهب للتطوير. دمرناهم، مستري جيفت جائزة الغموض توب برايس، خل نشوفها. أخذنا جائزة من نزل وحش جديد، هدست الخضرة وطلعت فيديو على يوتيوب وطاني جائزة. لا تدوس الجوة، ترى الجوة لوزت يعني تخسرها. اوكي نكمل. الان ليفل 18 صرنا، نكمل نبلاي. أيضا فزنا عليهم. ميشن كومبليتد، جو هوم. ما أريد أطالع الفيديو حتى لا آخركم، وأقول بلاي. وأيضا نفز عليهم. أيضا أعطاني جائزة، أدوس الخضرة وأقول أطالع فيديو. لا تدوسون اللوزت الجوا. 2912 أعطاني، جيد. الآن نلعب ليفل 20 إحنا بونص، أعتقد أكو وحش هنا. خلنا نلعب ونشوف، اكو بوس هنا ممكن. وفزنا البونص، شايفين 2900 ويتضاعف بثلاثة، يعني أنا أقول لعبة سهلة ما بيها تعقيد. أتمنى تكون حازت على إعجابكم، وما بيها ذيك الصعوبة، يعني لا صعوبة ولا تغذية. شوف هذا الشينيو بيك بوس فايت ناو، خلنا فيت بيك بوس تو جيت هيوج ريورز، يقول اهزمه واعطيك مكافأة كبيرة. هزمنا، خلينا نشوف المكافأة مالته 7000.
وإذا طالع فيديو راح يعني راح يصير 21,000. حبايبي هذا كان كل ما هنالك اليوم، أتمنى أن تكونوا استمتعتوا وياي. لعبة سهلة جميلة، ما بيها تعقيد ولا يعني صعوبة، كلش درجة من الصعوبة. أنا أعطيها هاي صعوبتها يمكن شكلكم واحد، والله واحد شوية يعني هو كثير عليها واحد. فأتمنى تكون حازت على إعجاب حبايبي. ألقاكم في حلقة جديدة. هذا أخوكم ماجد، في أمان الله.